السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غنحضر واحد الحلوة اللي هي سهلة جدا وبطريقة ناجحة، حلوة الريش بونت. نخليكم مع المقادير. كنحتاجو 125 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، نص معلقة صغيرة ديال الملح، قشرة ديال ليمونة واحدة، كنحتاجو 7 غرام ديال الخميرة الكيماوية. انا عندي هنايا فيها 15 غرام، لذلك 7 غرام. كنحتاجو 8 غرام ديال سكر الفاني او 7 غرام، انا عندي هنايا 8 غرام. كنحتاجو 3 الحبات ديال البيض، وكنحتاجو 160 غرام ديال السكر سنيدة حبيبات، 650 غرام ديال الدقيق الممتاز الفورس، و 150 مليلتر ديال زيت نباتية. الان غنمروا العجين. اول حاجة كنضيفو الزبدة، نضيفو السكر الفاني، نضيفو السكر حبيبات، غنضيفو الزيت نباتية، وغندمجو هاد المكونات مع بعضها البعض مزيان. والزبده من الاحسن تكون بحراره المطبخ، ما خصهاش تكون بارده. الان غنضيفو البيض، كندمجو مع مكونات اخرى. كنضيفو قشرة حامضة او ليمونة، كنضيفو كذلك الملح، كنضيفو كذلك 7 غرام من الخميرة الكيماوية، وغندمجو المكونات. والان غنبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه، شيئا فشيئا، حتى كيتجمع لينا الخليط. ومن الاحسن خاص الدقيق يكون منخوط. كنستمر بجمع العجين مع اضافه الدقيق تدريجيا، ما كنضيفوش مرة واحدة، كنضيفوه بشوية بشوية حتى كيتماسك لينا العجين. بعد ما جمعنا العجين كنجمعوه بهذيك الكمية ديال الدقيق، كنبقاو عليه بشوية هكا حتى كيتجمع. هاد الحلوة كتجي اصلا رطبة، كتجي رطبة بزاف، يعني ما كنعركوهاش، غير كنجبوها صافي. كناخدو، انا ديجا عملت الفران يسخن على درجة الحرارة، درتو على 200 درجة خصو يسخن مزيان، وكناخدو لاطا كتدخل الفران، وكنعملو ليها بافيي سوفيغيزي باش ما تلتصقش هاد الحلوة. والان غنبداو نفورو فيها دوائر صغيرة، وكنحاولوا نعملوهم قد قد يعني في لاطاي، حيت كتجي وحده وحده فوق وحده على هاد القد. كنستمر بنفس بعد ما انتهيت من التشكيل ديالهم على شكل
دوائر صغيره حيت نعملو صغار، حيت غنعملو وحده فوق وحده. ديجا شعلت الفران، الان غنقص من درجه الفران، غنعملو على 160، ما بين 160 حتى 180، وكنبقاو مراقبينو. انا عندي هنايا فران كهربائي ديال المروحه، يعني ما نحتاج تشعل فوق وتحت، كيشعل مره واحده. غنعملهم الان في الفرن، غير يتحمروا شويه، يتغير لهم اللون، يولي ذهبي ويتشقوا شويه، نخرجهم من الفرن. عاد نقول لكم شحال المده اللي خليتها اللي خليتهم فيها. بعد ما نخرجوا هاد الحليوه الريشبون من الفرن، كيكون على هذا الشكل، غير كيتحمروا شويه وكيتشقوا. هاد التشقاق مزيان باش يدخل لينا فيه الكونفيتير، كيجي مزيان. وباش كناخذوا وحدات ريشبون، نورمال خصنا نلصق وحده مع وحده، باش نلصقهم كنعمل فيهم شويه ديال الكونفيتير وكنلصق، كنستمروا بنفس العمليه، كنلصق وحده مع وحده. بعد ما انتهينا من تركيب وحدات ريشبون، يعني من وحده لوحده، الان غنمروا لمرحله ثانيه، غنعملو كل وحدة فيهم بالمربى حتى كتمتلئ بالمربى، ومن بعد كنعملوها في الكوك. نوريكم العملية، كناخدو وحدات ريشبون كنعملوها حتى كتشرب المربى، كنفندوها في الكوب. كتجي على هذا الشكل، كنستمروا بنفس الطريقه. الحلوه دريشبون ديالنا كتجي على هذا الشكل. نتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم، انكم تجربوها بالصحه والراحه.